تفضل أخوي، إيش تعليقك؟ اكتشف الأمر دوت بولس في مجمل مخاوف البشر، بيقول كده: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ محبة المسيح لما دخلت قلبه خلاه ينتزع من كل خوف، وكل خوف ينتزع منه. فقال إيه بقى اللي ممكن يخوفني؟ أشدة؟ أم ضيق؟ أم جوع؟ أم اضطهاد؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ كل ده ما يخليش أخاف. ده أنا كلي بالكامل ليه، وعارف لو أغمض عيني هكون عنده. وبعدين قال حاجة تاني، قال: في هذه جميعها يعظم، مش أخاف، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحب. فقال: أنا متيقن. إيه اللي خلاك متيقن؟ قال: محبة المسيح اللي دخل جوه قلبي. قال: لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلني عن محبة الله. أنا يا جماعة ما بقاش عندي خوف من أي حاجة خالص، ولا ناس ولا خوف ولا موت ولا شيطان ولا أي حاجة. ليه؟ لأن الله أعلن لي محبته فشال من قلبي الخوف. المحبة الكاملة تطرح الخوف خارج. يا اللي بتخاف، يسوع بيقول لك: أنا دفعت ثمن خوفك، سكبت في قلبك محبة، قوم بقى كفاياك خوف، اتحرر من الخوف لأنك جواك سلام الله.